بسم الله الرحمن الرحيم. بيان للرأي العام باسم مؤتمر الإسلام الديمقراطي وباسم شعوب منطقة شمال وشرق سوريا يدين العدوان التركي الظالم واعتداءاته المتكررة على شمال شرق سوريا، والتي لم تتوقف منذ سنوات، ولكنها في الأيام الأخيرة أخذت منحاً خطيراً جداً، حيث استهدفت المرافق المدنية والبنية التحتية كمؤسسات الكهرباء ومحطات الوقود والغاز والكثير من المرافق العامة، وهذا يخالف المبادئ الإنسانية والأخلاق الإسلامية وحق الجار الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره وغائبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن موائقه. وهذه الاعتداءات تخالف كل المواثيق الدولية والمبادئ الدينية، حيث هذه الاعتداءات تؤثر على الأمن والسلام والحياة ومعيشة الشعب الآمن. ومن المؤلم لكل صاحب دين وضمير أن يرى أناساً أبرياء يتحولون إلى أشلاء وهم على سجادة الصلاة ويقرؤون القرآن، كما حدث لأناس آمنين مؤمنين في منطقة تربه سبيه، فتتساقط دماؤهم الطاهرة على كتاب الله العزيز، وكأنهم لم يسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أليس هذا هو الظلم والإرهاب بعينه والفساد في الأرض؟ قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إننا كعلماء الدين في مناطق الإدارة الذاتية ومؤتمر الإسلام الديمقراطي نناشد إخواننا في المؤسسات الدينية في الدولة التركية والدول الإسلامية عامة أن يقفوا ضد الظلم وممارسات الدولة التركية التي لا تبقي حجراً ولا بشر إلا ويصيبه القتل والتدمير، متناسين قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وحسبنا الله ونعم الوكيل. مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، 26/10/2024.